السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أعزائي متابعي دورة تعلم كيف تتعلم على موقع نفهم برعاية ريكسونا. العقل البشري من أكثر إبداعات الخالق تعالى، فهذا الإبداع الصغير يتحكم في الإنسان في أفعاله وأفكاره وكل شيء، فيجب أن نعرف عنه كل شيء، لأن معرفة هذه الأشياء ستجعلنا نتعلم بطريقة فعالة أكثر. عقل الإنسان يحتوي على 100 مليار خلية عصبية، كل واحدة من هذه الخلايا تتواصل مع بعضها البعض، فكل خلية عصبية تشكل ما بين 5000 إلى 40000 وصلة مع خلايا المخ الأخرى. كل وصلة من هذه الوصلات قد تمثل فكرة أو إحساس أو حركة، فعندما تقوم بتعلم شيء جديد نقوم بخلق وصلات جديدة داخل المخ، أو نقوم بتقوية وصلات موجودة بالفعل في المخ كتذكر شخص ما مثلا. التعلم حدث تلقائي مرتبط بفطرة الإنسان التي فطره الله عليها، فلا يملك أحد منع الإنسان من التعلم مع اختلاف صور التعلم، وما نملكه هو توجيه ذلك التعلم من حيث العمليات والمحتوى. إن الدماغ البشري يتألف من نصفين، أيمن وأيسر، ويختص كل قسم بوظائف متخصصة تختلف عن الوظائف التي يقوم بها النصف الآخر. ورغم كون النصفين مختصين في عمليات مختلفة، إلا أنهما يرتبطان ببعضهما البعض بشكل وثيق، فكل قسم يدعم أداء الآخر، وكلما زاد الارتباط بين قسمي الدماغ زاد التعلم والإبداع. يرتكز عمل القسم الأيسر من الدماغ على عمليات تتعلق بالكلمات والأرقام والترتيب واللغة والقراءة والكتابة والعلاقات الرياضية والعلاقات المنطقية والتحليل والتفسير، بينما على الجانب الآخر يرتكز عمل القسم الأيمن من الدماغ على عمليات متعددة تتعلق بالأصوات وإيقاعها والتخيل وأحلام اليقظة والألوان والأنماط ورسم التصور الكامل لموضوع ما. وتدعو النظريات الحديثة في التعليم والتعلم إلى الابتعاد عن إعطاء المعلومة مباشرة، وإلى التركيز على دور المتعلم في تحديد ما الذي يريده من التعلم وكيف يتعلمه، أو بعبارة أخرى إلى العمليات التي ينشط فيها دور قسمي الدماغ الأيمن والأيسر، بدلا من التركيز على قسم واحد فقط، مما يؤدي إلى إمكانية أخذ تصور كامل عن موضوع الدراسة بشكل يعمق الفهم ولا يلغي قدرات التذكر، وهو ما يعبر عنه برسم الصورة الكاملة للموضوع. يعتقد العلماء أن عدد الأفكار التي تجول بداخل الدماغ البشري في اليوم الواحد هو 70000 فكرة. إن العقل البشري مبرمج للتعامل مع الأحداث بطرق أكثر واقعية تجريبية ومثيرة، لهذا التعلم لا يحدث فقط من خلال التكرار كما يعتقد البعض، ولكن من خلال التفكير في التجربة وضبط الأمور حتى يتحقق النجاح وهو الهدف الرئيسي. هناك بعض الخطوات الهامة التي يسلكها المخ خلال عملية التعلم حتى يصل للنجاح في النهاية، وهي كالتالي: التجربة، أيا كان ما تنوي تعلمه فلا بد من التجربة مرارا وتكرارا، فكل محاولة فاشلة تقوم بها سينتج عنها حدث، وهذا الحدث سيوفر لك ردود أفعال ونتائج، كمثلا أن تحاول تتعلم قيادة الدراجة لأول مرة فبالطبع ستفشل في البداية، وفي كل مرة سيكون هناك سبب مختلف للفشل، وسيكون هناك رد فعل منك نتيجة لهذا الحدث ونتائج جديدة بالطبع. بعد النتائج الجديدة واستيعابها من قبل المخ، ستتم عملية المراجعة بشكل تلقائي أو متعمد في المخ، وستكون مرتبطة دائما بأهدافك التي ترجو تحقيقها. ولهذا السبب من الضروري تحديد أهداف تعليمية واضحة كتعلم قيادة الدراجة في أسبوع مثلا. في خلال عملية المراجعة يتم مقارنة أدائك مع أهدافك التي ترغب في الوصول إليها، وتبدأ مرحلة جديدة وهي مرحلة الضبط. في هذه المرحلة عليك أن تنظر إلى التغيرات اللازمة لتجعل التجربة القادمة أفضل أو حتى تجربة ناجحة.
بعد هذه المراحل، وبغض النظر عما كنت تحاول تعلمه، فإن الهدف الأساسي للعقل البشري كما ذكرنا سابقا هو النجاح في تعلم هذا الشيء الجديد مهما كان عدد التجارب اللازمة لتحقيق هذا النجاح المرجو. فالهدف هو التعلم مع كل تجربة جديدة. وبكده نكون وصلنا لنهاية محاضرة المخ والعقل البشري. شكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.